ورجعت لكم تاني. وبص بقى ما شاء الله الله اكبر، كل ده من الفرخه الامهات. عملت ناجتس ماشي. الطريقه طبعا هي في اول الفيديو، حطيت ربع معلقه من الثوم الباودر وروزميري وبابريكا وفلفل اسود وملح طبعا ماشي، وخلطتهم في بعض كده وعملتهم وشكلتهم زي ما حضرتكم شفتوا. بعد كده هضفت لهم البيض والدي والبقسماط والكريسبي تمام، اللي هو الجاهز اللي بيتجاب جاهز. هوريكم الكيس بتاعه اهو ده ماشي، هو ده اللي انا بستخدمه، بيطلع الاكل بتاع مقرمش وتمام. دي كده عملتها من غير اي اضافات، بفراخ بس. الدونتس بقى بتاعي دونت الفراخ، بص ده في البطاطس ماشي وبصل ويتضرب في الخلاط. الوصفة بتاعتهم هتنزل قبل الفيديو ده ماشي. نصيحتي بقى انا مني ليكم انكم تعملوا الدونت الفراخ اللي هو زي الدونتس كده الحال، بيوفر معاكي، بيعمل عدد قطع معاكي كتيره ماشي. والاحسن برضو انك تجيبي فراخ امهات زي ما انا عملت كده، جبت فرخه واحده بس 5 كيلو مش عارفه ولا 4 كيلو، طلعت منها الكميه دي كلها غير الكميه اللي انا عملتها. المقدار اللي انا عملته الاول اللي هو خدت ربع كيلو صدور وعملت دونتس واكلناه النهارده، يعني بصراحه كان فظيع ماشي. دي بتوفر معاكي جامد والاطفال هيحبوها جدا. اتمنى ان وصفات النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.